بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبي الحلوين، كل مرة بقول لكم بقى ان انتوا وحشتوني، خلاص اتعودوا على كده. بحبكم جدا جدا. بصوا النهاردة صينية الخضار تبارك الله عليها. بصوا النهاردة هنعمله ايه؟ تورلي جميل جدا جدا جدا، واللي ما جربهوش واللي ما يعرفوش يجربه ويحبه، وان شاء الله هتدعوا لي. اول حاجة عملنا ايه؟ قطعنا بصلتين ثلاثة على حسب ما انتي عايزة، وفي الحلة كده على معلقتين سمنة على معلقة زيت، وشوحي البصل لحد ما يدبل معاكي كده ويبقى لونه ذهبي. ولو عايزة تدبليه بسرعة ممكن تحطي عليه معلقة ملح، معلقة فلفل اسود، بهاراتك اللي انتي بتحبيها، وقلبي شمال ويمين كده هيقوم واخد لون. تمام كده، ودبلنا البصل اهو وبقى معانا لونه ذهبي وجميل، وقلبناه شمال ويمين واخد اللون اللي احنا عايزينه. نقوم نازلين عليه ايه؟ بكل الخضار اللي عندنا، مقطع حتت صغيرة او مقطع مكعبات. عندي جزر، وعندي فلفل اخضر اللي هو الكوبي او الرومي، وعندي بطاطس، بتنجان، كوسة، فاصوليا خضراء، كل ده جميل وزي الفل. ننزل بيهم كده على البصل كلهم، وتقلبيهم برضو، هيتشوحوا كده مع البصلة وينزلوا مية كده. كل الخضار طبعا بينزل مية، هينزل مية على البصلة، هيخلوا البصلة طعمها تحفة. وهم أصلا الخضار لما بينزل ميته ويرجع يشربها تاني وهو متشوح بيدي طعم خرافة، وريحته بتبقى جميلة جدا. تمام كده اهو، وادي الخضار بتاعنا، قلبناه شمال ويمين، رشينا عليه ملح، رشينا عليه فلفل اسود، بهاراتك اللي انت بتحبيها بقى زي ما يعجبك. انا حطيت ملح، فلفل اسود، توم باودر، وهي دي بهاراتي. اوقات بحط جنزبيل وممكن لا، على حسب اللي عندي. وقلبناه كده شمال ويمين، وبصي ميته اهو، الخضار نزل ميه ولازم يشربها تاني، بس ما تخليش يعني الحله تنشف قوي، يعني مثلا مش عشان يشربها تاني تسيب الحله مده طويله وفي الاخر يتلسع منك من تحت او يشيت من تحت، لا طبعا. خدي بالك لازم تبصي في قعر الحله كده، تقلبي الخضار وتزحيه كده وتبصي في قعر الحله، لو لقيتي لسه في ميه يبقى كده تمام. نشف اجري اوام، حطي نص كوبايه ميه او كوبايه ميه علشان ما يتلسعش منك. هنا بقى طبعا الطماطم بتاعتنا عصرناها في الخلاط ونزلناها عليه، وقلبنا الطماطم طبعا معاه المعصورة، وبرده معلقتين ثلاثة صلصة كده او معجون الطماطم، هيدي معاكي اللون حلو ويخلي الطماطم كده لونها يحمر جامد، لان اوقات الطماطم ما تبقاش لونها احمر فما بتديش اللون الحلو اللي احنا بنحبه في الخضار او في الطبخ. عندنا هنا بقى دلوقتي الفرخة بتاعتنا اهي متنضفة وزي الفل ومية مية، رشيت عليها ملح وفلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر علشان ادبلها كده شوية، وسبتها حبة في التتبيلة بتاعتها دي طبعا. وبهاراتي بقى اللي انا بحبها في الفرخة، حطيتها من ورا ومن قدام ولخبطتها كلها كده بالبهارات بتاعتي، ودعكتها بايدي كده علشان تبقى شاربة من الملح والفلفل الاسود ويبقى طعمها مبهر كده وحلوة. خلاص خلصناها وبهرناها، نمحو بقى في الحلة. جيبوا حلة كده حلوة واسعة شوية عشان الفرخة، حطوا فيها معلقتين سمنة على معلقتين زيت، وحطي فيها الفرخة على وشها شمال وعلى ظهرها وعلى وشها شوية وشوية لحد ما تاخد اللون معاكي اللي هو الحلو كده متحمر. طبعا مش دي نهاية طبخها طبعا لسه، بس الطريقة دي بتخلي الفرخة تطلع جميلة جدا وطعمها حلو قوي، ولما تحطي عليها الشوربة تطلع الشوربة مركزة جدا جدا وجميلة. هنا هو بقلبها علشان اشوف وشها اتعمل وظهرها، بصي اللون لون جميل قوي. انا بحب اللون ده في الفرخة لما تكون لسه هتتسلق، يعني بحب احمرها الاول تاخد كده زي صدمة كده وش وظهر كده، وبعد كده احط عليها المية المغلية بالمنكهة برضو ببهاراتي بورق اللوري بالكلام ده كله. تمام التمام، حطها برضو على الوش التاني علشان تاخد اللون. بصوا شكلها جميل ازاي وحلو، حلوة جدا. بصوا انا عندي بقى السلطة دي سلطة مشوية حلوة قوي قوي جميلة، جربوها، جزر وطماطم. وعملت جنب الاكلة بتاعتي دي رز ابيض على الفرخة، ومع طبعا الخضار اللي هو التورلي. وادي التورلي بتاعنا هو برضو بيتعمل، حطيت له معلقتين صلصة
عشان يبقى لونه احمر كده وجميل. اقلبي بقى معلقتين الصلصة مع الخضار كده والطماطم، وزودي كوباية مية عشان الخضار يستوي معاكي، وبالهنا والشفا، واغرفيه بعد كده جنب الرز. دي كانت اكلتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.